لا ما فماش انذار بعد العمليه على كل ما كانش فما انذار لبغداد بونجيح. وكما قلت الكره باش ترجع بركنيه. يمشي حمزه الاحمر اللاعب المتالق في تنفيذ خاصه الكره الثابته. كان اعطاء اضافه كبيره في الدور الماضي. والكره في الشباك والهدف الاول لصالح النجم الرياضي الساحلي. الهدف الاول لصالح النجم الرياضي الساحلي افتتاح النتيجه. ما زلت نحكي على خطوره حمزه الاحمر في تنفيذ الكرات الثابته. والدقيقه التاسعه تتغير النتيجه هنا في ملعب جرجيس مشاهدينا الكرام. في الدقيقه التاسعه الهدف الاول لصالح النجم الرياضي الساحلي. شوفوا الاعاده والراسيه من حمدي النقيز بالفعل. اذا هو صعب الهدف امامكم. حمدي النقيز دقيقه التاسعه يفتتح النتيجه لصالح النجم الرياضي الساحلي بعد ركنيه وكره ثابته من حمزه الاحمر. هدف مقابل صفر. تتغير النتيجه مشاهدينا الكرام. وتعود الكره للترجي الرياضي الجرجيسي بعد كما قلت كره ثابته. وانا كنت اتحدث عن الاضافه الكبيره اللي قدمها اللاعب حمزه الاحمر خاصه في اللقاء الماضي في الدور الربع النهائي امام النادي الصفاقسي. وزوز اهداف من كرات ثابته للنجم الرياضي الساحلي. اذا هذه التوسعه بعد الركنيه بالطبيعه. تماس اذا للنجم الرياضي الساحلي. والكرة من حمدي نقيز لخليل بنغورا يسدد. والهدف الثاني ممتاز جدا. الهدف الثاني لصالح النجم الرياضي الساحلي. تسديدة ممتازة من الخليل بنغورا يغالط بها الحارس اشرف كرير. هدف ثاني ممتاز لصالح النجم الرياضي الساحلي في توقيت 12 دقيقة لعب في الشوط الثاني. يعني الدقيقة 57. دقيقة 57 في المباراة. النجم الرياضي الساحلي شوفوا الإعادة. هدف ممتاز من خليل بنغورا. كرة توسيعة كانت من حمدي النقيز. شوفوا الترويض الساعة ثم التسديد ومغالطة الحارس أشرف كرير. دقيقة 57. الخليل بنغورا يضيف الهدف الثاني للنجم الرياضي الساحلي. تصبح النتيجة هدفين مقابل صفر لصالح النجم. تعود الكرة في مناطق النجم الرياضي الساحلي. هدف ممتاز جدا بعد توزيعة من حمدي النقيز. والترويض بالصدر موجه من خليل بنغورا ثم التسديد. المباغتة عامل المباغتة. والتسديدة كانت فيها برشا فنيات. تضرب على كرة في مناطق النجم الرياضي الساحلي. يمشي لها جاك بيسون. جاك بيسون والتوزيع والإمكانية التهديف. والهدف الأول لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. هدف ممتاز من إيمانويل غوميز. هدف ممتاز إيمانويل غوميز في الدقيقة 19 من الفترة الثانية. يعني الدقيقة 64. الدقيقة 64 في المباراة. الهدف الأول عن طريق إيمانويل غوميز. إيمانويل غوميز يذلل الفارق. شوفوا هدف ممتاز كذلك. شوفوا التوسعة والتسديدة قبل ما تهبط الكرة على الأرض على الميدان. تسديدة قوية من إيمانويل غوميز يسكنها في شباك الحارس أيمن البلبولي. تتغير النتيجة إذا مشاهدينا الكرام. وتصبح هدفين مقابل هدف دائما لصالح النجم الرياضي الساحلي. هدف يعني أعطى حركية كبيرة على مستوى المدارج هنا في ملعب جرجيس بعد هجوم معاكس ل
للترجي الرياضي الجرجيسي، يرجع لصالح النجم الرياضي الساحلي. إيهاب المسكني يلعب مع بغداد بونجاح، بغداد بونجاح إيهاب المسكني، وتتعدى الكرة لخليل بنكورا تقريبا وجه لوجه، والهدف الثالث بالفعل، الهدف الثالث لصالح النجم الرياضي الساحلي، الهدف الثالث لصالح النجم في 34 دقيقة في الشوط الثاني، 3-1 عن طريق الخليل بنكورا. قلت دقيقة 34 يعني الدقيقة 79 في المباراة، الدقيقة 79 الهدف الثالث. بكل راحة الخليل بنكورا، خبرة كبيرة وفنيات كبيرة، بكل راحة كما تشاهدوا على الصورة يتمكن من تثليث النتيجة. شوفوا الكرة من بغداد بونجاح يا بن مسكني، يخلي الكرة تمر بفنيات عالية، واللاعب خليل بنكورا يروض يعني ياخذ وقته بكل راحة بكل خبرة، يتمكن من تسجيل الهدف الثالث لصالح النجم الرياضي الساحلي. الجاهزية واستعداد في الفترة الحالية نظرا لعدم يعني توقف الفريق عن التمارين بسبب تواصل الالتزامات الوطنية والافريقية، وكذلك بالنظر إلى الرصيد البشري المحترم اللي بطبيعة يتوفر عليه الفريق. والهدف الرابع، الهدف الرابع لصالح النجم الساحلي، الهدف الرابع لصالح النجم الرياضي الساحلي ياتي في توقيت 39.40 دقيقة لعب، يعني دقيقة 85 بالضبط، الهدف الرابع. توشيد الإعادة، أربع أهداف، وبالطبيعة المباراة أصبحت في اتجاه واحد، محمد أمين بن عمر. شوفوا التمريرة وشوفوا يعني هدف ممتاز جدا من بغداد بونجاح، بغداد بونجاح هو صاحب الهدف الرابع. التمريرة كانت طيبة من محمد أمين بن عمر، وبغداد بونجاح يتمكن باش يهز الكرة بالحارس أشرف كرير ويسجل الهدف الرابع. أربعة مقابل واحد، والمباراة كما قلت يعني أصبحت في اتجاه واحد لصالح النجم الرياضي الساحلي. أربعة مقابل واحد، التغيير الثالث، يوسف المويبي، يوسف المويبي ياخذ مكان الخليل بنكورا.